مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. أكيد النهاردة عندنا نجوم كبار، نجوم يعني كابتنهم ومديرهم الفني نجم كبير في عالم كرة الطائرة. نجومنا اللي أسعدونا بالنجمة العشرة. النجمة العشرة في كرة الطائرة كان أمل وطموح وكان منى بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي، بالنسبة لمجلس الإدارة. كلنا كنا ورا فريق الكرة الطائرة سيدات اللي أمتعونا في 10 أيام في بالفوز بالنجمة العشرة في البطولة الأفريقية للكرة الطائرة. لازم نبدأ مع صاحب الفرح، فعلا صاحب الفرح، لأنه هو اللي بيشيل خسارة ومكسب، هو اللي بيتقال عليه كل الكلام، لكن هو فعلا صديق العزيز وكابتن المدير الفني كابتن حمدي صافي، من أحسن لاعبين كوم على تاريخ مصر، واسمه هيبقى محفور في تاريخ مصر الكرة الطائرة حمدي صافي. وبدأ يسطر تاريخ جديد بعد ما كان لاعب كبير وكابتن نادي الأهلي وكابتن منتخب مصر، بدأ يسطر تاريخ كبير جديد جوه عالم التدريب. كابتن حمدي الصافي مساء الخير. اهلا كابتن خالد حبيبي، وانا متشكر جدا على المقدمه الجميله دي. دي مقدمه بكلمك والله يا كابتن حمدي بصراحه، مقدمه قليله قوي عليك. تاريخ كبير في كره الطايره، تاريخ اسم اتحفر من ذهب في الكره الطايره ما شاء الله، وانت لاعب بطولات وانت مدرب بطولات، بس شعور المدرب وهو كسبان بطوله غير شعور وانت لاعب كسبان بطوله. مدرب يعني مسؤول عن الكيان كله. أكيد طبعا الشعور مدرب مختلف تماما عن شعور لاعب. لما بتبقى لاعب بتبقى فرحان لنفسك، فرحان بأدائك، فرحان بإنجازك الشخصي لو حققت أي إنجاز شخصي ليك سواء كاس مهارة أو كده. إنما سعادتك كمدرب أنت بتبقى سعيد ل 14 لاعب فريق، مسؤول عن 14 لاعب، عن إحساسهم، عن زعلهم، عن فرحهم، عن كل حاجة بتحصل ليهم، نفسيتهم، كل حاجة بتحصل بتبقى مسؤول عنها. ومسؤول إن أنت الناس دي تساعدها نفسيا وبدنيا وفنيا إن هم يبقوا في أحسن فورمة ليهم بحيث يظهروا بالمظهر اللائق. ويا سلام على الفرحة الكبيرة لما الإنجاز بيتحقق في الآخر، بتبقى مبسوط جدا ان انت شغلك بيظهر وبيتوج في الاخر، بتبقى حاجه جميله جدا واحساس كل المدربين عارفينه، خاصه لما بتجيب بطوله وبيبقى في نجاح. كابتن حمدي بنبارك لك الف الف مليون مبروك، بطوله ولا اروع ولا احلى من كده. بنات ادوا اللي عليهم، حضرتك اديت اللي عليك، جمهور عظيم كان في ظهرك. خلينا نطلع لتقرير عن الكره الطايره سيدات والانجاز النجمه العشره، وترجعوا لنا مره ثانيه. طب معلش لسه بس مش جاهزين، هنجهز بيه. بس الجمهور كان عظيم يا كابتن حمدي، وكلمت عليه كلام كتير. جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي حاجه اسطوره كده بجد والله. يعني جمهور النادي الاهلي فعلا يستحق الانتصارات اللي بتتم من فرق النادي الاهلي، بيستحق النجوم والاساطير اللي بيلعبوا باسم النادي الاهلي، لان هو جمهور عظيم يحرك الصخر فعلا. يعني شعور غريب جدا وانت في الصاله، جسمك يقشعر، الجمهور ده موجود وراك، وازاي ان انت لازم بيبقى حمل ومسؤوليه كبيره جدا عليك ان انت لازم الناس دي تسعدها. ما ينفعش الناس دي تبقى موجوده وتحرك الصخر وانت في الاخر ما تحققلهمش انجاز. لا، جمهور يستاهل، وجمهور، انا قلت كلمه، طالما تواجد جمهور النادي الاهلي تواجد الانجازات والبطولات للنادي الاهلي. الاخفاق ولد نجاح كبير، ولد النجم العشره. أكيد طبعا، أكيد طبعا طبعا. إحنا أكيد لازم نتعرض للكلام عشان نطلع الإنجاز. اتفضل يا كابتن حمدي. تعرضنا لضربة كبيرة جدا في نهائي البطولة العربية، مأدين أداء رائع جدا طول البطولة، جمهورنا معانا في ظهرنا وأداء ولا أروع. الحقيقة حصل دروب نفسي كبير جدا في النهائي، لقينا مرة واحدة نفسنا من غير جمهورنا. البنات كانوا متعودين ان هم يلعبوا بدافع الجمهور وكده، وكان مولد عندهم حماس كبير جدا واداء عالي جدا. مرة واحدة حصل الدروب ده، كنا محتاجين فعلا جمهورنا في النهائي. بالاضافة طبعا لسوء حظ غريب في النهائي، قابلنا، كنا بنبقى متقدمين في بعض الاشواط وفجأة نلاقي الشوط اتقلب علينا، بعض اللعيبه ما كانوش في يومهم. حقيقه ظروف كلها اجتمعت ان احنا نخسر البطوله ديت، ودي اعتقد البطوله الثانيه اللي انا اخسرها مع النادي الاهلي. كان في بطوله افريقيه، ما شاء الله 16 بطوله لعب، 16 بطوله حضرتك كمدير فني، 14 بطوله، 4 افريقيا و4 دوري و4 كاس و2 بطوله عربيه. الحمد لله، يعني الحمد لله كله بفضل اللعيبه وبفضل جمهور النادي الاهلي ودعم مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه، اللي بيقف دايما ورا سيدات الذهب اللي هو اللقب بتاع فريق كره الطايره. طبعا. فالحقيقه الدعم ده كله بيولد بطولات، البنات تستاهل الحقيقه كل خير.
بيتعبوا جدا في التمرين، بيضحوا كتير من وقتهم، من مذاكرتهم، من شغلهم، مجهود عالي جدا، وبيضحوا بحاجات كتيرة جدا في مقابل البطولات دي الحقيقة. أول مرة أشوف إخفاق يأتي وراء تاني يوم تكريم بوجود رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، بيقعد معاكوا في جلسة يعني وبيقول للبنات أنا شايف إن أنتوا أحسن من كده، أو أنتوا عندكوا أحسن من كده كتير، إحنا وراكم. بص يا كابتن خالد بجد والله العظيم يعني الكلام بجد، أنا يعني كنت متأكد بنسبة 100% إن إحنا هنجيب بطولة أفريقيا بعد القعدة دي. تاني يوم على طول. تاني يوم خسران نهائي البطولة العربية، في فرق كسبانة في النادي الأهلي ما تقعدش معاها. كويس. اتقعد مع الفريق الخسران فريق الكرة الطايرة. أول مرة أشوف كده. أول مرة أشوف كده في حياتي. وأنت لعيب وأنت وأنا مدرب. لعيب وأنا مدرب ودعم بالطريقة ديت. أنا خسران نهائي بطولة عربية، تاني يوم نجاب واتقعد معانا، رفع معنويات اللعيبة لأقصى درجة. ثقة بلا حدود ودعم بلا حدود، واي طلبات ليكوا هتتنفذ، احنا واثقين فيكوا، احنا عارفين ان انتوا ده حاجة واردة ان انت تخسر بطولة، بس احنا واثقين فيكوا ان انتوا هتعوضوا وتجيبوا بطولة افريقيا، ايه المطلوب وايه الفترة الجاية محتاجينه، وكل الطلبات اتعملت، معسكر خارجي، دعم نفسي، دعم معنوي، دعم كل حاجة كانت مطلوبة الحمد لله اتعملت في الفترة ديت. البنات الحقيقة كانوا شايفين القعده وشايفين الثقه اللي ادالهم الكابتن خطيب ده، يعني انعكس عليهم في التدريبات في الشهرين اللي قبل البطوله الافريقيه، معسكر خارجي ولا اروع، ماتشات وديه جامده جدا، تركيز كان عالي جدا في المباريات الوديه والتدريبات في المعسكر وقبل المعسكر، الحقيقه كل دي كانت مؤشرات بتقول ان احنا ان شاء الله باذن الله هنجيب النجمه العشر. خسرنا بطوله واخدنا دانا شوقي ونور ياسين ومايا، كل ده رايح منك، فحسيت ان في تلت عندك تقريبا ورحمه، كلهم نجمات بس في تلت ورحمه المهندس كمان، دي رحمه المهندس جت في الاول البطوله عندك. حسيت في تلت الفريق تقريبا جاله اصابات، البنات اتعاملت معاهم ازاي؟ الحقيقه بص، فريق الطايره سيدات السنه دي اتعرض لظروف صعبه جدا بجد والله العظيم، يعني ظروف تهد اي فرقه، ما هي دي على الكواليس بقى، دي الكواليس اللي عايزين توقف اي فرقه عن تحقيق البطولات. تلت الفرقه مش موجود معاك من اول السنه، اصابات وغيابات وفتره اعداد برضو كانت، يعني ما كناش زي كل سنه جاهزين جدا زي كل سنه ما بنبتدي. الحقيقه يعني العوامل دي كلها كانت خلت البدايه في البطوله العربيه كانت مش قويه قوي، والرغم ان احنا كنا قريبين جدا من اللقب دي حقيقه، ولكن الحقيقه المعدن البنات ظهر في الوقت الشده، وان هم ما ينفعش جمهور النادي الاهلي يبقى موجود وما ياخدش بطوله، ما ينفعش النادي الاهلي ابطال البطوله الافريقيه تسع مرات قبل كده يخسر البطوله على ارضه. عوامل كتيره وتحديات كتيره كانت قدام البنات، اخلصوا في التمرين، اخلصوا ونسوا كل حاجه وراهم وركزوا جدا لتحقيق اللقب دوت. اكيد بعد البطوله العربيه عندنا دوري وعندنا كاس، وبعد كده عملنا معسكر، مشينا الشهرين ازاي عشان نوصل لتحقيق الحلم النجمه العاشره في سيدات النادي الاهلي؟ الحقيقه احنا كملنا على شغل البطوله العربيه، ابتدينا شغل البطوله العربيه، كان برضو معسكر داخلي قبل البطوله العربيه، ابتدينا تدريبات صبح وبالليل، البنات كانوا من غير معسكر كانوا بيجوا تدريبات صبح وبالليل، وبعد كده كملنا في المعسكر الخارجي مع مباريات وديه كانت كويسه جدا، حوالي اربع مباريات منهم ثلاث مباريات قويه فرقت معانا جدا ودخلت البنات فورمه المباريات القويه، لان طبعا انت عارف الدوري برده ما يساعدش قوي على ان انت توصل للفورمه العاليه بتاعتك بتاعت المباريات القويه بتاعت بطوله افريقيا، فالمعسكر فرق معانا جدا في الحته دي الحقيقه، ووصل البنات لحوالي 70 80% من فورمتهم، وكملنا خلال البطوله بقى مع سير البطوله، ابتدينا البطوله بمستوى متوسط، ابتدينا نعلى مع الماتشات، كل ما الماتشات رتمها بيعلى وقوتها بتعلى، ابتدت البنات يظهر مستواهم الحقيقي في قبل النهائي والنهائي مع الانابيب ومع قرطاج التونسي. اختلفت معاك انا شخصيا على مستوى البنات من اول يوم لاخر يوم. تمام. لكن البدايه في ناس قالت الاهلي اختار المجموعه السهله، ما راحش المجموعه الصعبه، فجايز الاعداد للبطوله او الدخول في البطوله كان اقل شويه من بعض الفرق الثانيه، رايك؟ تمام. بص انا يعني بخبرتي في البطولات الافريقيه، واي مدير فني المفروض يعمل كده، انت عارف ان انت هتبتدي لان هي متقسمه مستويات البطوله، عارف ان وغير كده عارف ان الفرق القويه مش هتبقى في طريقي في الاول، فكان الطبيعي ان انا اشد جدا في فتره الاعداد وفي المعسكر، بحيث ان انا ان شاء الله باذن الله ابتدي البطوله بمستوى متوسط
على الادوار اللي هي دور الثمانيه ودور قبل النهائي والنهائي يبتدي لما انا انزل احمالي تبتدي بقى يظهر على البنات المستوى. ده اللي حصل، دي حقيقه. ابتدينا في دور الثمانيه نشد شويه، ابتدينا القمه بقى ظهرت في قبل النهائي والنهائي، ابتدى الشغل بتاع المعسكر وبتاع فتره الاعداد يبان عليهم. يعني لو كلمنا على دور الثمانيه، وقف قدامك مدير فني نجمه من نجوم الطايره طبعا، زي ما اسمك محفور بتاريخ من ده في التاريخ، هي نفس الكلام كابتن هاني توسن. وقفتوا قدام بعض ازاي، والموقف اتاخد ازاي بينك وبين كابتن هاني توسن؟ لا طبعا، كابتن هاني توسن من اساطير الكره الطايره النسائيه في مصر، وانا بحبها جدا على المستوى الشخصي. تاريخ مشترك وتاريخ كبير، كنا بنسافر مع بعض بطولات افريقيا وبطولات عالم ومعسكرات خارجيه، فطبعا العلاقه بيننا على اعلى مستوى. اخ واخت محترم جدا ومحترمه جدا. طبعا هي ليها الحق وليها كل الحق ان هي تدافع عن فريقها وتحقق كل امانيها كمدربه، وانا طبعا ليا الحق ان انا بدافع عن كياني وكيان النادي الاهلي. كانت مباراه طبعا من خارج الخطوط كويسه جدا جدا بصراحة. كان فيها شغل عالي جدا، والرغم كده يعني احنا برضو ما قدمناش التوب بتاعنا في المباراه دي، بس فزنا 3-0. قدرنا الشوط الاولاني كان فيه شويه، مش هقول لك دربكه، لكن البنات اعتقد كبنات نادي الشمس ما شاء الله ادوا الشوط الاولاني ولا احسن ولا اروع من كده في كل اشواط البطوله. لا هم عملوا شوط كويس جدا قدامنا في الشوط الاول. عندهم طبعا حافز بيلعبوا طبعا، حافز كبير طبعا، بنات متحمسات وتاني حمستهم جدا. احنا كنا بنلعب على عامل الخبره، عندنا عامل الخبره وعارفين ان احنا هنكسب امتى وهنوقف امتى ونعمل امتى. فالحاجات دي فرقت معانا جدا. بعد الشوط الاولاني اعتقد الماتش بقى وان سايد جيم، صح، وظهر فرق المستوى وفرق الخبرات لينا يعني جدا. الماتش اللي كان صعب وانت شخصيا قلت لي عليه كان ماتش الاطوال على ماتش احمد صلاح وعبد الله عبد السلام. ماتش احمد صلاح وعبد الله عبد السلام، ماتش الحبيب الكيني. دخلت ماتش الحبيب الكيني قلت لي خالد الماتش ده اصعب ماتش عندي في البطوله، ما اعتقدش ان كنت مهتم بالماتش الفاينل زي ما اهتميت بمباراه الدور قبل النهائي مع الانابيب الكيني. تاريخ كبير في الكره الطايره برضو. بص يا كابتن خالد، برضو سر انا بقوله، انا كنت عارف ان انا لو فزت في قبل النهائي ان شاء الله ربنا هيكرمنا في النهائي. يعني كان عندي العقبه بتاعت قبل النهائي دي مهمه جدا، لان انا زي ما قلت لك بلاعب فرقه عندها ضاربين زي الرجال. يعني انا قلت انا هلاعب بعبد الله عبد السلام شارون انا قلت هلاعب عبد الله عبد السلام واحمد صلاح بكره، من كتر قوه الضرب والارتقاء والقوه البدنيه العاليه. البنات طبعا انا كنت بفرجهم على الفيديوهات عايز اقول لهم اعمل ايه يعني، خليكم ايه، عاوز انقي شويه فيديوهات فيها ايه راح يعني ايه ما فيهاش هدوء شويه كنت بنقي الفيديوهات اللي ما فيهاش عنف شويه، وبنقي الفيديوهات اللي فيها نقاط الضعف اللي باينه قوي على الفريق الكيني. وحطينا الخطه واشتغلنا مع البنات، يا جماعه احنا هنشتغل، احنا مهاريا اعلى، احنا ذكاء ملعب اعلى، احنا هنشتغل بمخنا. الماتش ده لازم يتلعب بالمخ، لو لعبناه قوه قصاد قوه مش هنكسب. اعتمدنا على ايه في الماتش ده؟ اعتمدنا على سرعه الشوط السريع ولا اعتمدنا على شوط من 2 و4؟ احنا اعتمدنا على 3 حاجات. ارسال قوي جدا، لان عندهم برضو نقطه ضعف في عمليه الاستقبال، ده هيقلل القوه الهجوميه عندهم. تاني حاجه نستغل سرعتنا في اللعب السريع، ده هيسهل علينا مأموريتنا جدا، وبعد كده هيفرغ. ده مريم فريده؟ مريم فريده. وبعد كده اشتغلنا على الاطراف، فالعمليه بقت اسهل، بقى حائط الصد بتاعهم مش قادر يركز، هيركز مع السنتر بلوك. بقى مش قادر يركز، هو بقى يعني مركز جدا مع السناتر من كتر ما هم ضربوا كتير، وبعد كده العمليه بقت اسهل لبتوع الاطراف. فتحنا بعد كده الملعب، بقى العمليه اسهل للاطراف، بقى يطلع لهم سنجل بلوك وبدون بلوك، فالشغل ده فرق معاهم جدا. تالت حاجه حائط الصد، حائط الصد حفظ زوايا الضرب جدا بتاعه فريق الكيني. عندنا فريده واخده تاخد كميه بلوكات من فريده ومريم متولي والشامي وكاترين. الحقيقه بلوكات احنا ما كناش متوقعين ان احنا ناخد الكميه دي من البلوكات، وكانت بلوكات عنيفه كمان، كان فيهم بلوكات قويه جدا. احمد صلاح كان بيضرب جامد احمد قوي لا لا، تشوف بلوكات كمان يعني، لو جت اللقطات في بلوكات جامده جدا يعني في الماتش دوت. وكان الحقيقه الاثنين السناتر ادوا الدور بتاعهم 100% في المباراه ديت، ونفذوا تعليمات. برضو دور شروق كان عالي جدا في توزيع الضرب ما بين عمليه السريع والاطراف. الشامي بقوتها الضربه، نهله وكاترين بعمليه الدفاع المنخفض، ومريم متولي وفريده ومريم مصطفى. ليبرو بقى، ليبروهات بقى عندنا ليبروهات مع ضرب من كل اتجاهات زي ما بيقولوا، مع نهله عملوا جيم دفاعي واستقبال كان رائع جدا الحقيقه. دي حقيقه. كابتن حمدي، هو سؤال دايما كده معتاد لازم نساله، هو ايه اصعب وقت في البطوله عندك بالنسبه لنا؟ انا دايما بخاف من مباراه قبل النهائي، دايما 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 اقول
بتبقى اصعب مباراه بيبقى فيها 70-80% من البطوله. ودايما لو بصيت لتاريخ النادي الاهلي وحتى وانا بلعب دايما خسارتنا بتتم في قبل النهائي او اخفاقنا بيتم في قبل النهائي. عمرنا ما وصلنا يعني عمرنا ما وصلنا نهائي وبنخسر الا في مرات نادره. بيبقى حاجات نادره يعني 100 مره خسرنا بس مرتين ثلاثه مثلا في الفاينل. انما وصلت نهائي معروفه الاهلي هيجيب البطوله. في الطايره كمان بالذات الطايره ورجال وسيدات بنسبه كبيره يعني. في ماتش كينيا امتى كابتن حمدي صافي شم نفسه عارف ان هو هيلعب الفاينل؟ بعد اول شوط. بعد اول شوط لقيت البنات بينفذوا كويس قوي 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 خاصه في الحاجات اللي قلنا فيها. حوائط صد كانت عاليه جدا، ارسالات كانت قويه جدا. حصل بعض نوع من التراخي شويه في الشوط اللي خسرناه. ابتدى الفرقه بقى اطمنت شويه للجيم، ابتدت الارسالات تخف شويه، فظهر بقى القوه الهجوميه بتاعه الفريق الكيني في الشوط اللي كسبه. اكيد قبل ما نروح للفاينل اكيد دور كابتن الفريق بيكون دور مهم جدا، دور كابتن نهله سامح. اكيد طبعا كابتن نهله سامح تعتبر مدرب جوه الملعب، خبره كبيره طبعا، وتعتبر مدرب جوه الملعب، بتاخد تعليمات وبتوصل تعليمات للاعبات وسيطره على اللاعبات ده جوه الملعب وبره الملعب. لا دور كبير جدا ويعتبر دور مكمل لدور الجهاز. لو رحنا للجهاز فعندك جهاز ما شاء الله عليه، جهاز مساعد كلهم بيساعدوا من كل الاتجاهات، اكيد كان ليهم دور مهم جوه مع كابتن حمدي الصافي في البطوله دي. اكيد طبعا الحمد لله احنا ربنا كرمنا بجهاز متعاون جدا ومتفاهم جدا وعلى قلب رجل واحد يعني الحقيقه. جهاز الحمد لله ربنا كرمني بالجهاز دوت، كابتن ياسر صلاح مدرب عام اخ وجوه الملعب وبره الملعب، وكنا فتره بنلعب مع بعض وفي تفاهم رائع ورهيب بيننا وبين البنات. الكابتن ايمن فؤاد مدرب عام مساعد برضو ربنا كرمنا بيه، اشتغل معانا اخر 3 سنين بطريقه جميله جدا. عندنا الكابتن راني عبد العزيز اخصائي مخطط احمال، حاجه جامده جدا في اللياقه البدنيه. وشفنا البنات بيلعبوا بال4 اشواط وال5 اشواط ما في عندهمش مشكله خالص. منة طلاف الله حاجة محترمة جدا في عملية الإصابات الملاعب. الدكتورة ميران برضو حاجة محترمة جدا. كابتن إيهاب طبعا حسن إداري عظيم، ويجي بقى للراجل الكبير الطيب جدا المحترم كابتن محمد مجدي بيبو، الراجل المدير الإداري العظيم اللي أنا بشكر الاتحاد الأفريقي وكابتن خطيب على تكريمه في المباراة النهائية، كانت لفتة طيبة جدا وحاجه اسعدتنا بجد يعني. حسيت بايه ساعتها وهو كان الكابتن مجدي كان اداري بتاع حضرتك كابتن محمد مجدي بيبو؟ يا جماعه هو كابتن محمد مجدي بيبو اداري كره طايره من زمان جدا، انا كنت لعيب في الهاندبول وكان هو برضو اداري الطايره. اعتقد لفته كويسه، وفي نفس الوقت حسيت بايه وهو بياخد الجائزه دي او بياخد التكريم ده من رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس النادي الاهلي؟ بص كابتن محمد مجدي بيبو برضو انا يعني ليا خصوصيه جامده جدا في العلاقه بينا. الراجل ده كان ليه فضل كبير جدا ومعامل مساعد جدا في ان انا اجي النادي الاهلي. فبدايتي كانت معاه من زمان جدا وانا لاعب وانت لاعب وانا لاعب، ومن اول ما جيت النادي الاهلي اول مره احط رجلي في النادي الاهلي كان عامل مساعد جدا في ان انا اجي النادي الاهلي. عمليه البطولات اللي حققناها مع بعض لما اشتغلنا مع بعض في فريق الرجال، انا لاعب وهو مدير اداري. بعد كده اشتغل معايا وانا مدرب، فالحقيقه تاريخ كبير ومشترك. راجل محترم جدا، راجل البنات بتحبه جدا، عنده حته في عمليه دمه خفيف قوي، حتى عنده حته في رفع روح المعنويه للاعبات وبطريقه جميله جدا وبطريقه لذيذه. لا حاجه محترمه وكانت سعادتي كبيره جدا بالتكريم بتاعه دوت يعني. فعلا كنا سعداء لانه فعلا يستاهل التكريم، والتكريم لما بيجي من رئيس اتحاد افريقيا ورئيس اتحاد النادي الاهلي اعتقد كانت حرفته رائعه وجميله ليه. كابتن حمدي لما دخلت الفاينل بلعب قرطاج، ليك تجربه قبل كده سابقه على ارض برضو النادي الاهلي وفزت عليهم برضو قبل كده، لكن التجربه دي كانت تجربه مختلفه شويه لان فيها نجم 10 وفيها ماتش قبل كده ولسه خاسرين بطوله، كانت تجربه مختلفه. قلت ايه للبنات قبل الماتش؟ بص ظروف الماتش ده كانت غريبه جدا. قرطاج لعبناه مرتين قبل كده، مره على ارضه كسبناه 3-2 وخدنا البطوله كويس في 2016، مره اللي فاتت كسبينه 3-0 على ارضنا. عندنا ظروف البطوله العربيه وخساره نهائي البطوله العربيه. الحقيقه كل الظروف ديت عملت مجموعه من العوامل
كانت مؤثرة جدا في اللقاء. الفريق طبعا انا طلبت من الفريق عدم التوتر النفسي في المباراة، لان انا كنت حاسس بكمية الضغوط اللي عليهم في النهاية، وكنت متوقع ان هم ممكن يدخلوا المباراة مش بقوة قوي. عملية التوتر في النهاية اثرت جدا على الشوط الاولاني. طلبنا منهم الهدوء، وطلبنا منهم ان هم يبقوا في ثقة في نفسهم، وان هم هيقدروا يكسبوا، بس يهدوا ويلعبوا بثقة ويلعبوا لعبهم. وده اللي حصل الحمد لله. بعد الشوط الاولاني كان في ثقة كبيرة جدا في الاداء، اللعيبة رجعت لها الثقة بتاعتها، ابتدى عملية الدعم الجماهيري تزيد. الحقيقة بعد كده ما شفناش اي مشكلة في الثلاث اشواط اللي بعد كده. بعد كده ما لقيتش اي مشكلة في الثلاث اشواط، لكن حضرتهم ودخلت على ماتش الفاينل، خسرنا اول شوط. تمام. حسيت انا كنت هنا في قناة الاهلي ان الحالة العامة مش المزاجية ليك كمان ولينا كلنا ما كانتش مظبوطة. قدرت تغير الخسارة دي لمكسب ثلاث اشواط ورا بعضيه ازاي يا كابتن حمدي؟ ما انا بقول لحضرتك، هو اشتغلت شويه على الحاله النفسيه بتاعت اللعيبه، ان هم لازم تهديهم شويه، تهديهم بتقول لهم ايه جوه الملعب؟ لا لازم كلام ثقه. انتوا احسن، انتوا ثقتكم بنفسكم انتوا عاليه، ما ينفعش نخسر قدام جمهورنا، وشويه بشد شويه برخي شويه. لازم عمليه رايحه جايه بينكم. لازم العمليه رايحه جايه بين اللي بيحتاج شده بشده، واللي بيحتاج هدوء بهديه. عملية برضو قونا شوية الدفاعات بتاعتنا واستقبال الكرة الأولى فرق معانا. الحقيقة ضغطنا على فريق كورتاش برضو بالإرسالات شوية، بعملية الضرب من المنطقة الخلفية زودناه شوية شوية، من واحد شوية من ستة، عمل خلخلة شوية في فريق كورتاج. وهي انا كنت محتاج بس ايه الفريق يرجع شوط واحد بعد الشوط الاول. الحمد لله الشوط الثاني خدناه بسهوله جدا، ادى بقى ثقه للفرقه وحسسهم ان هم لا هم احسن، وهم عندهم الفولي بتاعهم يقدروا يلعبوا. حته التوتر دي قلت شويه. بس انت لعبت في الماتش ده على اللعيبه الاوكرانيه يوليا بتاعه تونس، كان واضح جدا بتقال اللعيبات دي كانت نقطه ضعف في فرقه قرطاج التونسي. اكيد لا، هي نقطه قوه، احنا حولناها لنقطه ضعف ليهم. قوه هجوميه عاليه جدا بيعتمدوا عليها هي واللاعيبه خلود في مركز اربعه بطريقه كبيره جدا. انا كنت مدي تعليمات للاعبات ان احنا لازم الاثنين دول نتعبهم جدا، لازم نهلكهم. حتى لو نهلكهم ازاي؟ معلش عايز اعرف. الهلك في الطايره، معلش. الهلك في الطايره ان انت بتخلي اللاعب يعمل كل حاجه. اللاعب يستقبل وهو كده كده هيضرب، ديفنسات عليه طول الماتش، ارسالات عليه، كل الفرقه بتلعب عليه. بعد شوط واحد مش هيقدر يلاقي نفسه، خاصه لو الفرقه مش معده بدنيا. انا لاحظت ان فريق كورتاج في الماتشات اللي فاتت معدل البدني بتاعه بيقل. فكنت ضاغط على الاثنين دول بالذات، قلت لهم يا جماعه الاثنين دول لو ضغطنا عليهم بدنيا مش جاهزين، حتى لو شالوا شوط مش هيقدروا يشيلوا بقيه الماتش، هيقعوا. وده اللي حصل فعلا. بعد اول شوط من كتر الضغط عليهم وقعوا جدا. حتى الراجل المدرب بتاعهم الايطالي بقى مش عارف يعمل ايه، شويه يدخلها شويه يخرجها، شويه يدخلها شويه يخرجها. حصل له صدمه ما كانش متوقع ان هيحصل ضغط بالطريقه دي عليه. عندهم لعيبه كانت جامده قوي يا كابتن حمدي بصراحه. مريم بريك تمام، الشوله صح؟ مظبوط كده، فاكرها كويس. شويطه مش طبيعيه، قفلت عليها ازاي؟ لان هي قوه ضربه جامده جدا. مريم بريك احنا عارفينها وحافظينها، واتلعب قصادها قبل كده كتير، وكان في تعليمات واضحه وصريحه للاعيبه اربعات ان هم يقفلوا زاويه القوه بتاعتها، مميزه جدا في الزاويه وفي البتوين بين البلوك. كان في تعليمات لكاترين ونهله ومريم وساره لما نزلت ان احنا لازم نقفل الحته دي ونسيب الحته الصغيره بتاعت الخطوط للديفنس بتاعنا يشتغل عليها. ومريم وندى بعد كده طلعوا كور منها كتير على اللاين بسهوله جدا، لان انت قفلت لها منطقه القوه خلاص انتهت. هتبتدي ترجع للمنطقه اللي هي اقل فيها شويه، هيبقى في نسبه ان انت تطلع ديفنس عاليه بالنسبه. عملت روتيشن في الفرقه من اول يوم لغايه اخر يوم، لعبت كل البنات. البطوله دي اعتقد البطوله الوحيده النادي الاهلي ال 14 لاعيبه الحمد لله كان ليهم دور في البطوله. البطوله اللي فاتت ما كانش كده، واللي قبليها من ساعه ما ابتدينا بطولات مع النادي الاهلي اول مره 14 لاعيبه يبقى ليهم دور في كل الماتشات بطريقه كبيره جدا، كله شارك بنسبه متفاوته، كل اللعيبه كان ليها دور. عندنا ثلاث لاعيبه اول مره يشاركوا في البطوله، عندنا ميار خليفه، عندنا مروه مجدي، عندنا سهيله وفيق، الثلاثه دول اول مره يشاركوا في بطولات افريقيا. وكان ليهم دور مؤثر. وكان ليهم دور. كابتن حمدي لو بطوله افريقيا دي العشره، لكن لسه عندنا بطولات في السيزون، لسه عندنا بطولتين فاضلين دوري وكاس، شايفهم ازاي في المرحله اللي جايه؟ نستغل بقى وجودك بكل حاجه طبعا النهارده انت معانا. هو احنا الدوري بالنسبه لنا فاضل لنا خمس مباريات مهمين جدا، لان احنا راكبين الدوري الحمد لله بفرق 3 بونت عن نادي الزمالك. نادي الزمالك مدعم نفسه كويس جدا السنه دي، عامل ماتشات كويسه. لسه لينا لقاء معاه، ولينا لقاء مع هليوبلس والشمس وسبورتنج وسموحه. اعتقد الخمس لقاءات دول باذن الله لو فزنا بثلاث ماتشات
او اربع ماتشات منهم هنحسم الدوري باذن الله. ماتشات الكاس نادي الشمس في طريقك الى النهائي شايف حصل كده في السنتين اللي فاتوا كان الشمس بيبقى دايما في طريقنا في قبل النهائي. احنا عارفين ان الشمس هيبقى مباراه قويه جدا في قبل النهائي ومحضرين نفسينا ان شاء الله باذن الله. عندنا الاول دور الثمانيه نادي سموحه لو فزنا عليه باذن الله هنلاعب الشمس ويقابلنا من الناحيه الثانيه بقى الكسبان من الصيد وسبورتنج باذن الله. حصد الالقاب غير الكاس كان عندنا ثلاث القاب خدناهم. شايف ان في بنات في الاهلي اتظلموا لما خدوش القاب الثانيه؟ اكيد طبعا في ناس كتيره تستاهل. احنا ده كله بتقول على كده يا خالد بيبقى عندنا الخمسه سته اللي بيلعبوا او احساسي كان بكده ان احنا كنا حقنا ناخد حاجات ثانيه اكتر من الثلاثه دول. الحقيقه كل البنات كان لهم دور عالي جدا في البطوله ديت. كل الناس ما قصرتش، كل الناس ليها نسب عاليه في كل المهارات بتاعتها سواء حوائط صد او ضرب او استقبال او دفاع او ارسال. فالحقيقه احنا دايما بنتظلم في الحته دي بس هي يعني ما يقدرش يدي الست كؤوس للنادي الاهلي. ليه مش دي بتتعمل لجنه فنيه بتقيم الاداء؟ بتتعمل بس صعب ان هو يدي الست كؤوس. لازم حسيت ان كاترين اتظلمت في البطوله دي، رايك ايه؟ لا مش كاترين بس، كاترين و طبعا انت حافظه كله لكن انا شايف ان كاترين مش كاترين بس كل الناس يعني كاترين ومريم متولي ونهله وساره وحتى الاثنين ليبرو ادوا اداء عالي جدا في البطوله دي. كلهم الحقيقه كانوا يستحقوا مهارات شخصيه بس زي ما بقول لك عمليه ان انت تقدر تدي ست سبع كؤوس لفرقه واحده بيبقى الموضوع ده صعب جدا. هو بيكتفي بثلاث مهارات للفريق الفائز وبيوزع المهارات الثانيه على بقيه الفرق يعني. كابتن حمدي لو ناشئات في النادي الاهلي طمنا بقى على قطاع الناشئات كده برضو يعني السؤال الاخير. لا الناشئات الحمد لله في قطاع الاهلي احنا شغالين الفتره اللي فاتت كويس جدا بدليل ان احنا كل سنه بنطلع مجموعه من الناشئات. يعني عندنا قبل كده طلعنا مريم متولي ونور ياسين ودلوقتي عندنا ندى وعندنا ميار وعندنا مروه جت في فتره وعندنا لسه لا في مواهب كتيره في قطاع الناشئات النادي الاهلي باذن الله بس كل حاجه في وقتها بتظهر. واحنا دايما اي حد مميز بيستاهل انه يطلع الدرجه الاولى بنطلعه على طول يعني بدون كلام. كابتن حمدي انا سعيد انت لسه قاعد معايا. انت مش ماشي، انت قاعد معايا لغايه اخر حلقه محتفلين بقى بعض. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل نجماتنا الكبار في الكره الطايره اللي احرزوا النجمه العاشره في بطوله افريقيا.